طيب الله ناخذ حلم ثاني للاخت ساره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حلمت اني اشتريت ساعه جلد سوداء كثير حلوه وعجبتني وسعرها مناسب كان 1000 ليره، وصاحب المحل اعطاني خاتم هديه، والخاتم دخل بكل الاصابع ما عدا البنصر. بنصر. طيب وهو شخص لا اعرفه، عزباء، طالبه جامعيه. لا بس بدايه الحلم شو الالف؟ أنا اشتريت ساعة جلد سوداء جميلة سعرها 1000 ليرة، وصاحب المحل أعطاها خاتم هدية دخل بكل الأصابع ما عدا البنصر، وهو شخص لا أعرفه. عزباء وطالبة جامعية. طيب يا رقم 1000 يدل على الألفة ويدل على الجماعة، يعني في عندك أنت ربما توسع من علاقاتك أو تكثري من البحث عن الناس التي قد تنفعك في هذه الدنيا. صاحب المحل يدل أنك تصلين إلى مكان المناسب، إلى الشخص المناسب الذي قد يعينك على قضاء حاجاتك. ولكن المشكلة في الحلم أنك أنت ربنا سبحانه وتعالى ييسر لك كل أمور حياتك، ولكن تنظرين فقط إلى الزاوية الضيقة، يعني تبحثين فقط عن أمر في ذهنك في رأسك. انظري للناحية الإيجابية من حياتك، دخل الخاتم في كل أصابعك معناتها يسرت كل أمور حياتك، وأنت مصرة أن تخليه في البنصر. اصبري إن الله مع الصابرين، إن شاء الله سبحانه وتعالى يبعث لك ابن الحلال، ولكن لا تستعجلي عليه الحلم. الآن حقق النجاح في حياتك، حقق الاستقرار، ثم سبحانه وتعالى سوف يرسل لك ما تتمنين. هذا والله العليم الحكيم.